عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. من أجلك يا من أجلك يا يا وطني، جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا. قال في البدء كرامتنا والشرف
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نشرب بارتنا على بعش الزيدين، نوفوا في رأسنا الله يعطيك الصحة سي زواوي. بون، أول شيء قبل ما حتى قبل ما نرحبوا بكم، ماذا بينا نقدموا نفوسنا ونبدأ بشخصي. أخوكم بنقويلة الصحراوي عبد القادر، متعامل اقتصادي في مجال تربية المائيات والدراسات التقنية للاستمارات، ممثل الجزائر كمستشار للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، ونائب رئيس الشركة العربية القابضة. وأنا راني في وسطكم باستفتي منسق لحركة المواطنة من أجل المستقبل، وأمين عام مؤقت حين تأسيس المؤتمر إن شاء الله. عبد الحميد سلوسي بريكسي، موظف حقيقة دبلوماسي متقاعد من ولاية الجزائر. شكرا. أستاذة رمحلة الأمينة، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. إن شاء الله نكون مناضلة ضمن الحزب هذا، وإن شاء الله نسعى كل باش نحققوا الأهداف اللي جينا على جهة دي. بون، محمد، ممثل ولاية الجندية، إن شاء الله نكون عن حكمة. أما يكون معكم السيد نوار حسين، معكم الحركة إن شاء الله رقم زملاء تولى، وفنان موطن صراحي. بسم الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم الأخ بمجاهد حسين، 30 سنة، طالب جامعي، فنان، ناشط جمعوي، رئيس لجنة ولائية في التكوين المهني، في المنظمة الوطنية للكفاءات المهنية والعلمية من الجزائر. راه كاين بزاف، سمعوا لي. عضو ممثل الجزائر في اتحاد الشباب العربي بالقاهرة. شكرا، ان شاء الله. السلام عليكم. سي بوفاد عبد القادر، اطار عسكري متقاعد، ممثل ولاية عين تنشور. السلام عليكم. سي يوسف نور الدين، تاجر، نائب ولاية عين تنشور. السلام عليكم. سي قاموس بن سمير، ولاد سيدي بن عباس، موظف في شركة كوكا كولا. السلام عليكم. معكم أحمد صالح الحسين من ولاية مصطفى علم، موظف في شركة كوسيدا، مسير الوقود والزيوت. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن الكل. إن شاء الله. السلام عليكم. بنو بلال، من ولاية مصطفى علم، مقاول، 28 سنة. ان شاء الله نكون في حاجه اللي قدرتها ان شاء الله. السلام عليكم. خالتي رابعة بلال من ولاية المنتية، معاون مؤسس في الحزب وموظف. السلام عليكم. معكم حاج دوار طيب عبد السلام، مندوب صفقات واداري عند شركة تربية المائيات عند السي عبد القادر. مرحبا بكم هنايا وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسادة والسيدات الحضور. معكم الأخ بوزينة محمد إسعاد،
مسؤول أمن والسلامة المهنية والصحة وطب العمل لدى مخبر الأشغال العمومية، وكاتب مهتم بقضايا الفكر السياسي والاجتماعي وعلم النفس السلوكي ومهارات الاتصال وتطوير الذات. ولاية ورقة. رامي عبد الدين ممثل مسرحي وكاميرون. كتبي سامي راجل أعمال. واش من ولاية؟ السلام عليكم، بالخير عبد القادر، إطار المتقاعد من بلدة الزيو ويتوارد. مرحبا بكم. معكم الأخ نوربيش، إنجينيور ديتا وجيني سيدي، بروموتور إيموبيلي. السلام عليكم، معكم الحاج شوية أبو عشرية، من 30 عام في الصوناطراك، وغادي بغيتي. وراني رئيس جمعية الحي حي محمد زمانة وراني الله يكرمك. الله يكرمك. البن ناجح والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم، عبد القادر المختار من مسرحيه إطارات القصيدات، مرحبا بكم بالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. معكم الاخ بومدين محمد، حاكم دولي وحاكم وطني في الفنون القتالية، إطار في مجمع قصيدة، و إطار سابق في الجيش الشعبي الوطني. بارك الله فيك. معكم عزيز هاجر، مرة جبت في أطلس إيران بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم، كريمية وليفة من ولاية البليدة، مديرة مدرسة. السلام عليكم. بن موما نجمة من ولاية بليدة، نائب في المجلس الشعبي البلدي. السلام عليكم، مغربي الكريمة من العباس، توفيق إن شاء الله. السلام عليكم، معكم شعبة جميلة، جي 25 عام، انجينيور ديتا اون سيونس دو لا مير اي لاميناجمون دو ليتورال، متحصلة على ماستر دو في الهيدروبيولوجي مارين اي كونتينونتال، يعني الهيدروبيولوجيا البحرية والقارية، ومن ولاية غليزة. نتمنىكم التوفيق وبإذن الله نكونوا قاعدين. معكم شعبة ميمونة، أستاذة أدب عربي، ممثلة عن حزب عن ولاية غليزة، بالضبط مدينة وادرهيب. معكم أخيكم ميبار كيزوري من مدينة أرزيون، ممثل فكاهي، إطار سابق في التعليم. نرحبوا بالجميع، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، مرحبا، أنتم في دياركم، راكم معنا، رانا كاع واحد خاوة سون كومبلكس. هذه اللي تفكرت واحد الحاجة، هادو واحدين كانوا يقدموا في رواحهم، كاع عندهم لا ليسون. تفضل واحد ليسونسون دغوا اون دغوا اون دغوا كاع دايرين دروا، غير واحد جمع في البوكس قال له انت، قال له ليسونس دروا ودوش. نخلو الكلمة للسي ويدر، تفضل مشكور. بون مرحبا بكم الاخوة والاخوات كلهم باسمي. بون رحبوا بكم في مدينة ارزيون. ارزيون الاسم تاعها مشتق من كلمة ارسو. هذه الحضارات القديمة لما جات لهذه المنطقة سمتها أرسو، وبمعنى سنبقى هنا. وللأسف بعد سنين وصلنا رافعين شعار لن نبقى هنا. وصبحوا الشباب بيقول لك ياكل الدود وما ياكلش الدود. وبرنامج هذا الحركة جاء واللي ديكونشي أول باش استجابة لهذا السؤال، علاش الجزائري الحق الفترة اللي حاب يهاجر بلاده. حنا قاعد نتكلموا على الحراقة اللي راهم يموتوا في البحر، باسكو هذوكم ساكنين يموتوا ما عندهمش دوطر المويان دو بارتي. بصح الحقيقة اللي تقال كلنا اعترفوا بها، باللي كل شخص يحاول بقد ما استطاع انه يخرج من هذا البلد. في كل دول العالم تلقى فئة ماشي راضية على منظومة الدولة. لما نقولوا منظومة الدولة ما هي راضية لا على واش تطرحوا السلطة كحلول لمشاكلها، وما راهيش راضية واش تطرحوا المعارضة كحلول. تبقى حتى في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا ناس تهاجر، ما عجبهمش الوضع اللي راهم فيه، ما عجبهمش الناس واش راهي تطرح كبديل هذا. لكن المشكل في الجزائر الفئة هذه كبيرة، ونخاف نقول كلمة أغلبية،
اغلبيه وين نشوفوها انا ما نشوفهاش في الحراقه. الحراقه اللي قلها تدرس في وضع عام، لانه كل اللي يدرس هو اللي راه يدرسوا كي تجي لوكازيون باش يدرس في الخارج باغي يدرس في الخارج. Les investisseurs, les hommes, là, qui j'ai un investissement à l'étranger ici, là, il y a un défendu. Le touriste algérien, qui okay, est une occasion qui fait chier. Il y a une chauffe qui fait chier, 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 il y a une chauffe qui fait chier. Et c'est la réalité. Il y a une chauffe qui fait chier, il y a une chauffe qui fait chier, il y a une chauffe qui fait chier. إطارهم العام. لماذا الجزائري ما راش قابل حلول السلطة اللي راهي مطروحة في الواقع، وما راش قابل بالاقتراحات اللي راهي طرحتها المعارضة أو الأشخاص المعارضة. استجابة على هذا السؤال جاء هذا البرنامج، برنامج حركة المواطنة من أجل المستقبل. جاب حلول شاملة. كي جا برنامج ما جات لا حركة لا حزب لا جمعية. جبنا برنامج ركز على اربع ركائز عظمى. حنا لو كانت تبناتها اي جهه ما نروحش حتى لتاسيس هذه الحركه، لو كانت تبنى اي حزب او اي منظمه وتبناتها باش تبقى ولا تناضل باش تبقى ما نروحوش لتاسيسها. الحركه هذه نشات لتحقيق هذا البرنامج. ما درناش الحركه ورحنا نحوسوا لها على برنامج، ما درناش الحركه ورحنا نحوسوا على مناصب. الحمد لله الكل كما نسمع في الاخوه كلهم مستثمرين، كلهم عمال، كلهم والحاجه اللي تميزكم كلكم خارجين من عمق المجتمع، كلكم ما مدتكمش نظن ناحيه ديكادو، كلكم كافحتوا، كلكم شفتوا كاع المشاكل تاع الجزائر والحلول على بالي بلي نلقاوها عندكم تطبيق هذا البرنامج. هذا البرنامج راكز على اربع ركائز كبرى ومحوريه. اول ركيزه وهي قضيه الهويه اللي كاع نخافوا منها. كاع السياسيين ايفيتوا ما يتكلموهاش. انا مام لي كونسيي اللي ينصحوني في السياسه يقولوا لي ايفيتي ما تكلمش على الهويه، لانه كي تكلم على الهويه راح تربح جهه وتخسر جهه. بالعكس، لان نطرحوا الهويه مفهوم شعبوي. بالنسبه لنا الهويه اللي نؤمنوا بها هي هويه مكتسبه عبر تراكمات الزمن. هذا الجزائري اللي راهو انا وانت والاخت والاخوه في الجزائر هو نتيجه عده حضارات فاتت على هذه الارض. هويتنا مدت من عقبة بن نافع رضي الله عنه، مبدأت بالبطل ماسينيسا. هويتنا بدأت من اللي ربي سبحانه خلق البشرية وما فيها من سيدنا أمين الله. الريزيطا تاع هذه الحضارات هو هذا الجزائري اللي راه هو احنا. أمنوا بالهوية المكتسبة عبر تراكمات الزمن. هذا العنصر الفكري والهوياتي للحركة. العنصر الثاني اللي نشوفوه باللي سي لو بلو كرون فران بور لو ديفلوبمون دو لاجيري وكاع القطاعات هي الإدارة، سواء في التقسيم الإداري الجغرافي أو في حوكمة الإدارة لا غوفيرنونس. شوفوا الإدارة تقسيمها الحالي راه يتمثل عائق لتطور كل القطاعات، راه يتمثل عائق حتى للإدارة بنفسها باش تتطور. مفهوم اللي راهي فيه؟ حنا في مشروعنا طارحين تقسيم إداري جديد مبني على عاصمة جديدة سياسية وإدارية تكون في وسط وفي قلب خارطة الجزائر. مقترحين معنا سعادة السفير، اقتراح من سعادة السفير على حسب دراساته يكون المنيع. ذكرنا النعامة باسكو الأخ تاع النعامة راهو في راسي ومازال ما لحقش. يكون مجموعة أقطاب إدارية متوزعة على جميع ربوع الوطن، حتى لان الاقطاب الاداريه رايحه تجر معها التنميه ومنها تخرج. الاقطاب الاداريه تكون سيباري على العاصمه السياسيه والاداريه للجزائر. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث وهو قضيه التنميه الاقتصاديه. الاقتصاد عندنا مغلق، حتى في بعضنا بعض مغلق ماشي مع الخارج. وكان يجي ان انفستيسور ويجي مصري لو كان انفستي هنا في وهران يقول لك هذاك جا من الصيف ولا من الانفستيسمون، خلاص تربات فينا هذه الذهنيات ولينا كنواجهوا نفسنا بها ونتكلموها. وما بالك كيجي ان اترونجي دو ليكستيريور بور ينفستير، يليق توتي ريفورم بور ليكونومي وتكون عندها دو ليزون، يكون عندها اون ابروش انتر باش تكون جميع ربوع الوطن واقليميه، ويكون اقتصادنا مبني ومربوط مع ثلاث اقاليم اللي هي افريقيا
العالم العربي والوطن العربي أفضل الوطن العربي ودول البحر الأبيض المتوسط. ورابع شيء وهو الشيء الأساس وهي العدالة. العدالة يجب أن تكون عدالة حرة وقوية في نفس الوقت ومستقلة، مستقلة بذاتها تحت رقابة وإشراف المجالس المنتخبة سواء على المستوى المركزي من الرئاسة والبرلمان أو على المستوى المحلي من طرف المجالس المحلية. وحتى في اقتراحنا بالمزج ما بين هادو تلت ركائز يعني راح تكون مستقلة حتى جيوغرافيا، يعني العاصمة راح تكون في وسط الجزائر وتكون عاصمة للعدالة في الشرق الجزائري، يعني استقلالها يكون تام لكن طبعا تبقى دائما تحت رقابة المجالس المنتخبة. على كل حال ما طولوش عليكم إخواني، احنا النهار اللي برنجنا هذا الاجتماع كنا حابين باش نطرقوا الوضع العام الجزائر ونطرقوا البرنامج الحركة ونسمعوا جميع الأفكار، لكن الأحداث المتسارعة اللي صارت خاصة اليوم ونداء اللي داروا السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الناخبة لباقيها ثلاث أشهر يعني فرضت علينا في جدول أعمالنا أن تكون أسبقية في هذا اللقاء وهذا الاجتماع اللي سميناه حميمي على اسم أمسية حميم الشعب، يكون متركز حول تنظيم المؤتمر باش نحضروا تنظيم المؤتمر وفي نفس الوقت للتحضير للتشريعيات القادمة. وما طولش عليكم إخواني ونخلي الكلمة للسيد. شكرا نخلي الكلمة للسيد رئيس مجلس الوطني المؤقت السي بريكسي. شكرا بارك الله فيك. نضرب كل واحد من بعد يتكلم باش يوقف باش كل واحد يشوف مثلا شوية قصير دونك قصير باش يشوف. السلام عليكم ومرحبا للجميع. حتى نقدم نفسي يعني خفة، أنا دبلوماسي متقاعد الآن وعندي 48 سنة في الدبلوماسية، ما فيها 26 سنة بالخارج و 22 سنة بالداخل بالإدارة المركزية بالعاصمة. علاش حبيت نتكلم على هذا؟ علاش أنا نحب نجيب التجربة اللي تعلمتها في البلدان الأخرى، كاين بعض التجارب اللي عشتهم اللي شفتهم ودرستهم ناجحة بزاف. نتمنى باش بلادي حتى هي تتفاد من المشاريع اللي نجحوا في العالم الكل، والكثير من الأفكار اللي تظهر في البرنامج نتاع الحركة هي منقولة من التجربة الناجحة في الخارج. أنا لما دخلت هذه تقريبا سنتين وخدت التقاعد نتاعي وكان في اخير كنت سافر في ايطاليا اخيرا، كان لقائي مع سي عبد القادر قبل الشهر اللي نقلت ودخلت الجزائر للتقاعد، وكنتكلم فكرات هذا على الحين وتشاورني وشاورته وتكلمنا وقلنا، ومن بعد هو دخل لهنا الارض وقعد يخدم في على الموضوع. عطى نهار اللي بعت لي الاسم تاع الحركه والشعار تاع الحركة، هادو عجبوني. ولاني كل ما في العاصمة نتكلم مع الأجانب والعمال الجزائريين نبدأ بهم، نبدأ بالاسم نتاع الحركة، الحركة للمواطنة للمستقبل. المواطنة كلمة عظيمة ثقيلة، وكان فهموا ما معنى المواطنة الجزائر تتغير تتغير. المواطنة هي الأسم، هي الأساس تاع أي في بناء أي الوطن ولا دولة. المواطنة مهمة لأن في المواطنة فيه حب الوطن، فيه المسؤولية، فيه الاحترام، فيه كل شيء. هذا المواطنة للمستقبل. بأن الشعار تاع الحركة تبدأ بالحب، حب الآخر. وشخصية كل واحد هل فيه حزب آخر في الجزائر ليبدأ بالحب، يعني من المواطنة يعني يهدف العيش معا وكل شيء تمشي للحب، حب الآخر. وش حب الآخر؟ حتى هذا شيء كلمة عظيمة ثقيلة
لما تحب الاخر هو معناتها تحب نفسك. كنت تحب نفسك تحب العائله تاعك، تحب الجيران تاعك، تحب الجهويه تاعك، تحب الوطن تاعك، تحب العالم الكل تحبه. وهذا شيء مهم جدا. كل ما تبني يعني الفكر تاعك والبرنامج تاعك على المواطنه وعلى الحق وعلى الحب شيء عظيم. وهذا شيء لمن بعد يدينا الانفتاح. لما تكون عندك مسؤوليه وتحب الوطن تاعك ما تخافش الانفتاح، تنفتح للعالم الكل. العالم الكل ماشي غير بدا يفتح له، حتى هو يجيك كي يشوفك كيفاش راك النمو تاعك، كيفاش راك تبني بلادك. نعودوا احنا عمصر، نعودوا كل واحد يشوف فينا، نعودوا مثال، نعودوا موديل، نموذج. النتيجه تاع المواطنه والحب الوطن هي الانفتاح للعالم الكل، الانفتاح لبلادنا بيناتنا، الانفتاح لجيراننا، الانفتاح للعالم الكل. والانفتاح يعني بقوه وبثقه، لان تثق بنفسك والاخر يثقوا فيك. هذا شيء مهم جدا. والنتيجه تاع كل هذا باش تشوف البرنامج يعني اللي فكر عليه سي عبد القادر وخدمنا عليه، هذا يعني مبني على لوجيك، مبني على اساس وتطلع. النهايه هي التنميه، والتنميه الشامله. التنميه الشامله يعني احنا مفتوحين للعالم، احنا نتمناو كل عالم يكون فيه نمو، يكون فيه انفتاح، يكون فيه سوليداريتي، يكون فيه تضامن، يكون فيه كل شيء. يعني وهذا الكلام هذا نتاع الشعار ونتاع تاسيس اسم الحركه مهم جدا. ويعني بكل صراحه يعني كل جماعه اللي تكلمت عنها في الجزائر لما تقدر لهم حتى يقول لك مرحبا مرحبا. احنا لازم نكونوا فريمون نديروا في بالنا، ديرانا في مرحله هذا الاجتماع تاع اليوم والله يكون تاريخي. كل واحد وتيرها تاع اليوم جمعه وربي يعني عطانا الشمس عطانا وجا يعني نهار ولا يومين بعد الاسراء والمعراج، يعني حتى هذا شيء مهم جدا، يعني فيها البركه فيها. يعني انا نظن كلنا كما رانا والجماعه دي معانا هذاك عندنا مسؤوليه تاريخيه، عندنا مسؤوليه تاريخيه. كان السي عبد القادر شويه تكلم على الوضع لهنا، كنا ما نتكلموش كثير على الوضع ولكن كلمات صغار. يعني انا نشوف انا ملي دخلت لهنا دخلت مع الحراك، انا بالحراك انا الحراك هذا دوخني شويه انا كدبلوماسي كنت في الخارج كنت نمثل بلادي. باش نمثل بلادي لازم نعرف بلادي، لازم نعرفها من الداخل نعرفها، سينو كيش تمثل بلادك، كيش تكلم الاجانب على بلادك، انا ما نعرفهاش، لازم تعرف بلادك باش تكلم. وفي نفس الوقت كنت ندرس هذوك البلدان باش نخبر بلادي، ونشوفوا يعني الجسور تاع التعاون وتاع الصداقه هذا بين الخارج والداخل. علي هذه التجربه هذه اللي هنا وهذا، كي دخلت هنا شفت الحياه. ما كانتش الحراك المبدا اللي هنا، دخلت غير مع حراك من طبيعي دخلت مع حراك، ما كانتش يعني فجأة ليا، ما كانتش فجأة. كان الوضع نتاعنا كان فيه بعض النقط نتاع مسدودة، كان فيه هذا كان فيه هذا، ودعوة بدات تمشي. والحراك حقيقة يعني نجح لأن جاب الحرية تاع التعبير ليبرتي ديكسبريسيون، ليبرتي ديكسبريسيون، هذا الشيء تريزابور. ولكن ضرب بعد سنتين بون جي الكوفيد اللي قتل شويه الحراك، عاود الحراك راه يفطر، ولكن ماناش شايفين ما هو الحل في المستقبل. رانا نشوفوا باللي فيه تطرف من هالجهه، تطرف من الجهه الاخرى. عليها حنايا البرنامج هذا نتاعنا هو مش برنامج اللي يميل ولا ضد التفكير تاع الحراك، لسنا مع او ضد. في نفس الشيء لسنا مع او ضد النظام، احنا مع الجزائر، احنا نوصل اون فورس دو بروبوزيسيون، يعني كيفاش الافكار نتاعنا نبيعوها، كيفاش نفهموا كيفاش الاخرين يفهموا البرنامج نتاعنا. يعني هو مبني الا على الجزائر كما قال سي عبد القادر، مش مبني على المناصب. الحمد لله كما قال كل واحد عنده منصب، كل واحد عنده المعيشه نتاعو، كل واحد.
ولكن حنا كل تفكير تاعنا حول الجزائر، كيفاش نعاملوا بالجزائري هذا اللي يتكلم عليه سي عبد القادر اللي مش مش اختيار يعني، لان ما قدرش يعيش في البلاد. كيفاش الان نعملوا ان الجزائري ماشي الجزائري يحب بلاده، اكيد يحب بلاده، ولكن كيفاش النظره نتاعو تكون الا في بلاده، عليه هذه النظره تاع التنميه الشامله لكل التراب الوطني، هذه العاصمه الجديده والقطب الجدود، كل قطب هذا تاع الديمقراطيه، هذا القطب تاع العداله، هذا القطب تاع الثقافه والخدمات، خمسه تاع العاصمه واربعه تاع القطب، القطب تاع الافريقيه. احنا نتمنى ان تمراسيت ولا بلاد اخرى تكون هي الهب يعني تاع افريقيا، لان هنا نتكلم شويه على التجربه كدبلوماسي، لان حنا الجزائر بلاد ضخمه، بلاد كبيره الحمد لله، ربي عطانا بلاد كبيره، عطانا الطقس جميل، عطانا ثروات اللي ما نعرفوهاش حد الان، ما نعرفوش الثروات تاع الجزائر، وعطانا تريتوار كبير، زوج ملايين و 382 الف كيلومتر مربع، اللي تجعل ان في هذه المنطقه خساره ما جبناش خريطه، شوف الجزائر عليا في هذه الانفيرونمون تاعنا تاع الجزائر الجوار. هنا عندنا اولا المغرب العربي، هذا مهم جدا، تونس المغرب موريتانيا ليبيا، هذا الشيء مهم جدا، هذا الجيران قرب. عندنا من بعد الساحلي والافريقي، يعني ما في المالي والنيجر وافريقيا بصفه عامه، كل افريقيا، هذا سي نو بروكسيميتي ايميديات، هذو الجيران تاعنا الاقرب لينا، اقرب لينا. وعندنا العالم العربي، وعندنا اوروبا. انا متاكد وكنت كل ما نعمل محاضرات في ايطاليا في جامعات ولا، ان مستقبل اوروبا في افريقيا، ومستقبل افريقيا مع اوروبا، ما لازم نشوفوا بعيد، عندنا اوروبا لهنا، ولكن اوروبا كشريكه بارتنير، وفي هذا الاطار الجغرافي والاستراتيجي تاع الجزائر، الجزائر عندها دور تاريخي تلعب، يعني دور ومسؤوليه، عندنا مسؤوليه، عندنا مسؤوليه كبيره، هذه المسؤوليه باش بالافكار، هذه المسؤوليه بالفعل الافعال نتاعنا، وجيت الفريم مهم جدا، مهم جدا. اولا ان احنا جزائريين نكونوا فخور في بلادنا ونحبوا بلادنا، وكل الجهد تاعنا يمشي لبلادنا، وبلادنا يعني من الجزائر الى برج باجي مختار، ومن تندوس الى تبسة ولا خنشله ولا سوق هراس، كل هذه بلادنا، كل بلادنا هذه بلادنا، حنا نطوروها، وحنا كجزائريين نعودوا نشوفوا للجنوب نتاعنا، الجنوب الكبير نتاعنا، كيفاش نبنيو علاقات مع الجيران، الجزائر تكون قوة لحل النزاعات، وفي الدبلوماسية الحمد لله عندنا تجربة كبيرة في الحل السلمي للنزاعات، هذه حنا الجزائر تلعب فيها دور كبير، وكيفاش حنا نكونوا هذه القوة نتاع الاقتراحات، هذه سيسر. فريمون تريز امبوطون ونجحوا بها لما احنا نعتوا كيفاش رانا نطوروا في بلادنا. بون دوك حتى انا ما نطولش بزاف، مرحبا بكم مره اخرى، انا عندي امل كثير بان هذه الحركه نتاعنا ستنجح، لانها مبنيه على امنيه صالحه، مبنيه على افكار وطنيه بدون حسابات، الا انقاذ الجزائر من هذا لي زامباس اللي رانا رينا. بارك الله فيكم. بون بسم الله، انا بغيت نهضر على نفسي. انا جي كيما يقولوا جي جامي كونسي باش نكون ان بوليتيسيان، عمري في حياتي ما خممت باش ندير بوليتيك، بصح لقيت روحي باللي ندير بوليتيك من بكري، غير ما كنتش فايق والله، باسكو كاين اللي يقول لك انا ما نعرف سياسه، انا خاطيني السياسه، بصح لو كان تجي تشوف كيما نقولوا دروك انا غادي نهضر على سعادة السفير ولا نهضر على السي عبد القادر، كي راني نهضر انا في السياسه بلا ما نفيق، راني نهضر على البوليتيك،
انا الحاجه اللي رحت مع سي عبد القادر كي قال لي على البرنامج، انا رحت ستادير كوتي كولتيغال، رحت غير الجهه تاع الثقافه. ما نعرفش في بلايص واحد اخرين قال لك فاقد شيء لا يعطيه، بصح كوتي تاع الثقافه شفت. نقولوا بلي كاين سفير غادي يمثل الجزائر في بلاد اخرى، كاين ممثل غادي يروح يدير ريبريزونطاسيون ارتستيك، مش عارف كي يقولوا بالعربيه، يقدم عرض في بلاد واحده اخرى، انا راه سفير تاع ديك البلاد. وحنا عندنا غير بلدان هنا جوالينا، كاين فرق ما بين الفنان الجزائري وفنان من جوالينا، ما نقولش البلدان، جوالينا كاين واحد الفرق شاسع بزاف. انا هذا الجانب اللي خلاني نروح للثقافه، وعندي برنامج قلت للسيد الرئيس، قلت له عندي برنامج على الثقافه ليفوليسيون، باش نطلعوا من القيمه تاع الثقافه اترافير الثقافه بينو بلادنا لي زوطخ بي، كو سو سوا جوالينا ولا لوروب ولا الصحراء ولا عندنا بلادنا كبيره ثقافتنا بزاف، نشوفوا توارق المصاب قبائل الشاويه اكسيتيرا، ثقافات متبدله. على بالك بلي ما نحبسوش لاجيرين نديروا البوم، نروحوا غير الترك، دروك الترك راه عندها في الاقتصاد ان بيجي انهم من لي فيلم تاعهم. ما تامنش هنا في لاجيري نخدموا الفنانين يخدموا كيما رمضان، وقت رمضان شاميه وزلابيه، هذا مكان ومن بعد يكمل، ما عنده حتى قيمه الفنان، ما عنده لي دروا، ما عنده والو، والفنان قادر يكون هو اللي يمثل كما نقولوا لاجيري. بينوا لاجيري نزيدوا، ما لاجيري معروفه، ما كاينش اللي ما يعرف لاجيري، يكذبوا كاين اللي تقول له ما تعرفش لاجيري، يعرف لاجيري، بصح باش يصغروا يقول لك نو، بصح انا غادي ندخل لك لدارك اترافير لا تيليفزيون، ندخلوا نروحوا لوروب، نروحوا نفس الدول الاخرى، ولماذا؟ راه عندنا برنامج ان شاء الله، هني قلت للرئيس بالك نديروا ان شاء الله، الا كتب ربي وربي وفقنا ان شاء الله، وعلى بالي بلي نديروها هذه مدينه ماشي سياحيه، مدينه ثقافيه في الصحراء، ان تري كروند فيل كولتيغال، تكون سياحيه وثقافيه واقتصاديه ان شاء الله. وهذا هو، بارك الله فيكم ان شاء الله. لانه متفكره انا كي كنا نقرا في القانون الدستوري في كورس الجامعه، كان الاستاذ يقول لنا، كان الاستاذ القانون الدستوري يقول لنا الحاجه لا بلوز امبورطونت، الرجل القانون باش ينجح لازم يتعلم يفصل بين القانون والسياسه، لانه كاين واحد لا كونفيزيون انورم، ولا كاين واحد الخلط ما بيناتهم او تكامل ما بيناتهم كبير. الوغ رجل القانون لازم يفصل بين القانون والسياسة، لأنه إذا خدنا باغ إكزومبل الدستور، الدستور يضمن هيئات أو مؤسسات الدولة، نظام القانون أو النظام اللي يسود في الدولة، الهيئات اللي تكون الدولة، الحريات وحقوق الأفراد، يتضمن عنده طابع سياسي وقانوني أرفو. دونك إذا كنت أنا راح نقول أنا مناضلة في هذا الحزب، أو راح نكون من الأشخاص اللي يحوسوا يحقوا أهداف أو مشروع هذا الحزب اللي رانا اليوم جينا على جاله، لازم نتعلم نمزج بين القانون والسياسة. الحمد لله دوك راني تمكنت من القانون، راه عندي 15 سنة في الدومين هذا، تما راني تعلمت شنو هما أسس القانون وكيفاش يكون عندي فكر قانوني قبل ما يكون فكر آخر. درك بالممارسة راح تكون معكم بريزيدي بار مسيو صحراوي، راح نقدروا نتعلموا او نعرفوا شنو هما الخطى لازم نمشوا عليهم باش نقدروا نلحقوا. اول حاجة بالنسبة لي انا على حسب ما شفت البرنامج اللي راهو تقدم في هذا الحزب، اني نشوف انه اول حاجة لازم نلحقوا المواطن الجزائري. المواطن الجزائري هو شخص او عنده شخصية صعيبة، انا كما يقولوا شفنا ناس وخلطنا ناس وعرفنا من جنسيات مختلفه، ولكن لاحظت انه المواطن الجزائري عنده شخصيه صعيبه في الاقناع، وصعيب باش تلحق له واحد الافكار، وماشي اي انسان يقدر يحكي له ويفهمه ويلحق له للصلب تاع القناعه نتاعو. لماذا؟ لانه شخص راهو المواطن الجزائري، نبداو اذا كان احنا نجيبو غير من ثوره اول نوفمبر، ونجو غير من الثوره تاع اول نوفمبر للاستقلال، لمبادئ الاستقلال، للعشريه السوداء، وزدنا البيريود اللي راه لحقنا ليها دوك اللي راح يشملها طابع الحراك او التغيير.
نشوفوا انه دوك حنا باش نلحقوا نوصلوا هذه الافكار اللي راهي موجوده في هذا المشروع، نلحقوا الفكر تاع المواطن الجزائري. هذا المواطن الجزائري كيفاش يقنع هذه الخطوات اللي حين نمشيو عليها احنا، وكيفاش يقدر يكون عندنا انضمام، لانه المشروع اللي راهو قدامنا اليوم راهو فيه بزاف افكار اللي تقدر تخدم المواطن الجزائري وتقدر تدفع عجله عجله النظام السياسي في الجزائر او النظام الاقتصادي ايضا للتطور او يفاسافونسي ميو. على اي اساس؟ ولكن على اسس تكون صحيحه، اسس متينه اللي تقدر تبدا بالمواطنه كما راهي ينص عليها برنامج الحزب او برنامج المشروع اللي حيقوم عليه هذا التاسيس تاع الحزب هذا، اللي هي روح المواطنه. انا نشوف انه روح المواطنه راهي مفقوده عند المواطن الجزائري، ماشي انه هو ما عندوش روح المواطنه، ولكن الثقه اللي في نفسه وفي الهيئات الهيئات او التسلسل تاع الاداره نتاعو او في الاشخاص اللي راهم يحكموا فيها والاشخاص اللي راهم يديروا النظام نتاعو ما عندوش ثقه فيه. دونك في هذه الحاله المواطنه تاع المواطن الجزائري انا نشوف بلي راهي مهزوزه شويه، وراهي خصها تعاود تدعم وتعاود تعطيه ثقه في نفسه قبل كل شيء، باش تكون عنده ثقه في الدوله نتاعو، ثقه في الاشخاص اللي راهم يحكموا يسيروا في امور البلاد، الاشخاص اللي راهم يمشيو في النظام السياسي نتاعها، باش يقدر يكون عندنا انفتاح للخارج. لانه اذا ما كانش عندنا انفتاح في الداخل، احنا عندنا دي كومبليكاسيون في المجتمع الجزائري، عندنا بزاف لي كومبليكاسيون. المواطن الجزائري راه يعاني من عده عقد، من عده نقاط سوداء قعدت له في حياته من خلال هذا لو باركور اللي كان عاشو المواطن الجزائري، هذا لا دوري اللي مشاها، ما نقولوش من الاستقلال ومن مور الاستقلال، ولكن من الثمانينات ورواح المواطن الجزائري تاثر بزاف وكان عنده نقاط سوداء بزاف في حياته. دونك حنا باش نلحقوا من خلال هذوك النقاط السوداء، هذوك النقاط السوداء راحت لاجيال، راح يجي لاجيال اخرى، التسعينات ل2000 راح مشات هذه النقاط السوداء، لدرجه انه الشباب اللي راه مصاعد راهو الحق لدرجه الاستهتار، ما عندوش روح المسؤوليه. ما نقدروش نقولوا انها من منعدمه، ولكن بدات راهي متخفيه كلكو باغ في الشخصيه نتاعو، ولكن روح المسؤوليه على حساب. ما تقدرش دوك تعطي تشوف الشباب هذو الناس اللي سبقونا كما تفضلوا الساده وتكلموا تالوغ، راهم يشوفوا ما عندهمش، ما عندهم ثقه في الشاب الجزائري، ولكن يقول لك اي دو تيتر اكوباني، ما نقدروش نخلوه وحده يمشي. علاه؟ لانه خصو لوريونتاسيون، خصو التوجيه، يخصو نعاودو نردو النظر، اعاده النظر في الاسس اللي طلع عليها هذا الشاب الجزائري. لانه حنا الا كنا سعينا للتغيير وسعينا للتنميه لازم نبداو بالشاب الجزائري، لانه الشاب هو اللي راح يكون ابخي، حنا راح نسلموه ونخلوه هو يكمل. الوغ هنا لازم نعيدوا التفكير في كل خطوه نرموها، في كل خطوه نمشيوها للامام من اجل تحقيق هذا المشروع او تحقيق الاهداف اللي انا نسمو ليها، لازم نبداو بالشاب الجزائري. الشاب الجزائري لازم نعتنيو به، لانه الى رحنا للمحاكم، اروقه المحاكم، وحنا شفنا عمق الشاب الجزائري واش راه يعاني، غنشوفو راه في لا ديلانكونس توتال، لانه انا فريمون واحد الحالة اجتماعية نفسية مام ايديولوجية فريمون ديفيسيل. جو فو غوميرسي بو في عمري 53 عام اللي نعقل على جدي في الكيرة، نعاود نعقل على روحي دخلنا في العشرية السوداء، عاود درك راني نشوف في ولادنا وفي ولادي، وراه عندي ربعه نتاع الاولاد الله يبارك فيكم. الصغير فيهم عندها، الصغيره عندها 22 عام، الكبيره عندها 30 عام، والوساطه ما بين 24 و 22. شفت من جد هذا لوكازيون تاع الحزب تاع المواطنه، انا جي بيردي ليسبوار حقيقه، من اجل المستقبل جي بيردي ليسبوار. قعدت نشوف قلت انا البلاد هي كاين رجال، كاين رجال، بصح لقينا بعض المرات لا ماجوريتي نتاع المعرقلات تلقاهم في الادارات، من تدخل تلقى كيما سماو عطاوها واحد الترم نتاع الارهاب الاداري. ولينا من نمشو قلنا بدي دروك انسان، دروك هادو الا خليناهم وخلينا هاد الظاهره غادي
ما نجمو نعاونو ولادنا، حتى ولاد ولادنا ما نجموش نعاونهم. حنا رانا نتمنوا ان شاء الله باش ماشي غير ولادنا، ولاد ولادنا هما زعما ولادنا، راه عندنا طريق كبيره في ربي وفقنا ليها ان شاء الله باش هاد المواطنه هذه تاع روح المواطنه خاطر باش تغرس هادروك في واحد شاب صغير. يقول لك اعطيني الملموس، دوك انايا راك توعدني توعدني عندي كيما لي زومبي كافي دايرين لهم 300,000 الله يرحم الوالد، 300,000 كل شهر مسكين يقارعها، وانا عندي الحانوت عند البوشطة. تعرف تشوف واحد الظاهره نتاع المصهر نتاعنا راهم عايشين فيه، زعما الحمد لله ما قدوش نقطعوا الياس عليها من جات هاد لوكازيون تاع. قلت انا انسان ينوض يناضل، بالك ربي يجعلنا سبب، الا ما كثرناش هو بالقليل ونساهموا نساهموا غير بالقليل، وما الانسان ما يطلقش الروح المواطنه نتاعه، وربي قادرنا ان شاء الله وقادر ان شاء الله، وهذا ان شاء الله نمشي. السلام عليكم، السلام عليكم، معكم الحاج انا نقيب سابق في الجيش الوطني الشعبي، واصبت اربع مرات في مكافحه الارهاب. خدمت بومداس، خدمت ليزونفيرون تاع بيدا تيبوزا، وخاطي لي السياسه اول مره يعني. غادي نحكي لكم على التجربه تاعي البسيطه. هو سلك السفير كي قال الحب باش تحب واحد لازم تحس بالانتماء تاعك ليه، باش يحبك فريق لازم تثق فيه. يعني انا شفت ناس تموت قدامي يعني في المرحله تاع 93 و شفنا امور كبيره بزاف، يعني الناس تاع بليده راهم عندهم درايه بها. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. انا حبيت نحكي لكم اللي خلنا دراسه مستقبليه. حنا كيسقال لنا التاريخ معامل واحد واسرائيل معامل 17، علاش تاريخ في اسرائيل معامل 17 وعلاش في الجزائر التاريخ معامل واحد؟ يعني كي تقراو التاريخ تعرف الجذور تاعك بدون يعني شفافيه. نحكي لكم على كل حال، واحد ارهابي في بومنداس يذبح دراري صغار، وسالته مباشره قلت له انت كيفاش يعني باي فكره باي قدره تذبح فرزه؟ خاطر يحكوا لكم انتم باللي يقول لكم باللي العسكر ولا كذا، العسكر والله العظيم وانا نحكي لكم انا ما عندي حتى، والله لاحمين البلاد هذه بقلبا وربا. وكان بعض الاخطاء ماهيش مستوانا احنا، ولكن نحكي لكم جاء هذا واحد مفتي جاء من الاردن، هو عنده جنسيه اردنيه فلسطينيه الاصل، الاسم تاعو هذا مفتي في بريطانيا. فتا يعني بصوره الكهف أن سيدنا خضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام لن تستطيع معي صبرا، كيفاش حطم السفينة وكيفاش احنا ذبح الطفل وكيفاش بنا الجدار. هو علاش يذبح الطفل؟ يذبحوا لكي لا يعني علاش سألت مباشرة علاش تذبح؟ قال لي باش ما يعيش في مجتمع كافر. ودخلت قال لي أو دكتور يدير بهذا الفكر، يعني أنت ما غاديش تنحيهولي باش نبنوا يعني جيل صح، جيب يعني في الاسلام ولا جيب في الخدمه ايه، فيها امور كبيره ماشي غير واحد غير وغير واحد بدا. الناس هذا اللي جا كما قلت لك السيد المحامي كاين يعني كاين قضايا والله العظيم ما تقدرش يعني تحضر يعني وتشوف هذا الشذوذ هذه المشاكل هذه. الطلاق عندنا 12 مليون ما نعرفش عارف شحال واحد الافات الناس تطلق يعني تعطيك من الطلاق. الطلاق راه اقتصاد اسيدي مش فوندين فامي ماهيش حاجه سهله، وباش تحطمها اسهل منها. الحب باش تخلقه ماهوش سهل، باش نحبك وتحبني ونثيق فيك وتثيق فيا ماهوش غير كلام. الناس راهي ضحات، انا نعرفهم انا في الشباب تاعنا انا الاج دو 23 زون بوليسي. حنا هذا دايرين فيكم ثقه في كشباب، انا عندي 50 سنه على كل حال 21 سنه. لا 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 والله لا لا سنه واش لا 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 لا
كاين لاج مونطال لا كاين لاج مونطال على لاج مونطال فيزيك انا لاج مونطال تاعي راني كبير صايي كبرت باش نحكي لكم شي فيزيك فيزيك نحكي لكم لحد الان يعني من 93 بدا الاضطراب مازال لحد الان 2021 الناس تموت علاش؟ وين نهضروا هذا الشيء علاش؟ سي عبد القادر هي قضية الإرهاب وكان الأثر اللي سلمت عليها ولا الطلاق ولا نظير الأنصار الشباب ولا غيرها لحتى فهمنا حقيقي الدين حديث هادو نتائج مشاكل صح حنا حابين نعالجوا أسباب هذه المشاكل حنا حنا يلقنا على هذه النتائج ماهوش مشاكل بحد ذاتهم لا اسمح لنا نتائج مشاكل في الهوية هادو نتائج مشاكل إدارية تكلمت عليها هادو نتائج مشاكل تنمية وهذا مش نتاج مشاكل في العدالة لهذا في برنامجنا حبينا نروحوا أسباب هذه المشاكل أسباب المشاكل هذه كاين لهذا التغيير على قال لك سعادة السفير مصر الغباء اللي يقول لهم تعب مليح من الدوتر أنا مش مقدمهم خدمتنا على بالنا بلي لما نخدمها بطاية رياليزي مثلا مليح من الدوتر كل ما نبدو بالخط من غادي نوصلوا لا شوف حنا نبدو ونبدو بلي راسنا وش هو صح؟ الصح انك تصح تبني ناس تحمي الوطن تاعها بالمواطنة وبالأخرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حركة المواطنة ان شاء الله مادام حركة يعني تغيير ان شاء الله نكونوا مغيرين ان شاء الله نكونوا قوارب مع بعض ونسعوا للمستقبل البلاد ان شاء الله ان شاء الله ما سمعت ما كنتو تهضروا مستوى التعليمي راه ضعيف في الجزائر انون كي تقول له روح تقرا كيش نقول تعمل خدم جبل كاين ولا ما كانش الاساتذه البعض الله يهديهم والبعض بارك الله فيهم نشوفوا جينيرال ولادنا كاع راه نديروا لهم ديكور ونزيدوا لهم سوايع برا ونقروهم وروح تقرا بالسيف علاه لونبون صار لك لاباط انت هذيك لاباط يوتيليزيها كيما كيما تبغي يطلع صادق ولا يطلع كل دوزيامو اقتصاد عندنا لا برودكسيون بيلاجيه مي ما كاش لا كاليتي تاريخ حوزه على الدراهم اللي كنا بازو على هذا البوان تعليم ايكونومي السلام عليكم السلام عليكم انا نهضروا على البحريه انا عايشين كاع كيما قال لك مع الشباب اللي يخدموا في البحر اللي يخدموا تجاره راه من غير غبنوا من يحبس لها الموبيتون ينوض لها البحر يقعد 3 شهور 4 شهور بلا خدمه من بعد يجي يقول لك الحوت راه غار نشوفوا لها حرب نديروا لها شهريه هذا اللي نهضروا عليهم الشباب هذا شكون اللي راه يحرق الشباب واحد يخدم البحر ويعرف البحر نروحوا لهذاك الشاب نديروا له حاجه تاع لي كيما قال لك تاع لي ما يخليش يخلي الناس تخلص يديهم يخدمهم من لهنا هذه حاجه الاولى حاجه الزوجه التعليم كيما قال لك التعليم راه في مستوى كيما قال لك ضعيفه الدرجه ما نروحوا لها ما نصوروها راه في العالم وقيل هذا افون ديرنيير ما قبل الاخير في المستوى التعليم عندنا في الجزائر منظومه منظومه دروك الاستاذ مين تدخل عنده كيما قال الاخ يعطيه نص الدرس والدرس الزوج باه يكمله له يكمله له بالدراهم ما تخلق عنده لا ثقافه لا لا ما تخلق وكون ما تخلصش ما يقراش وما يتعلمش قالش بين قوسين سي حسين غير بين قوسين طب جماعه غير باش نتفاهموا قالوا كيما الاستاذه قالت كلمه الاخو قال كلمه بدا بينا واحد يعطينا شي عنده حتى لا قاعد نقولوا اعتقاد هذا ونضوروا غير هذا اللي قالها سيزو انا راني نعطي بحلول انا شنو قال هاد واش غادي نعطي الحل تاع الاساتذه شنو نديروا لهم انا هذاك تمين قالت الشباب انا نهضر على اللي يخدموا في البحر هما اللي راهم يحرقوا الناس نعطوا لهذ اللي راهم يخدموا البحر نعطوهم حاجه نديروا لهم شهريه تاع مليون ونص في الشهر باه لما كان موفيتو راه يسيب له شي ياكل شي يشرب ما يجيش يحرق الناس يجيب دراهم على ظهرهم نهضر على الاساتذه يا خويا نقدبك دير ليكور عندك بروسي
تطلق تكمل الدور تاعك دير مفتشين يحاسبوهم. الاستاذ ثاني تاع الرابط الاستاذ منظومه التربويه ماشي هو اللي يديرها، هذه وحده يعفرضوها عليه. زوجة الاستاذ ثاني حاس روحها ما يخلصش غايه عليها شغل كاين تراكمات باش تجي توصل للاستاذ باش تصبر عليهم تفوت عليهم. حاجه شحال باش نفوتوا. شكرا. والله ما نديروا ثقه بعض ما طالبوا ما نديروا والو، ما كان لا لا ليتي لا بحريه لا والو، دخلنا في السياسه في لي بارتي وفي الدقونه ولا شي قال عطاها دي بها البلد ديالها خلاص. انا ماذا فينا ما نولوش خطره اللي فات باسكو حنايا درناهم في البلد جرينا عليهم وطحنا ودرنا ومنا ومع التالي راحوا البلديه ايا تبع على كل حال حنا دخلنا بنيتنا. والله ما نديرو نيتنا والله ما نديرو والو. حديث الاول اللي هو على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد عمل بالنيه. والله ما نديرو نيه حاجه ما نديروها. معكم نقطه فيها وهي التكوين السياسي. اي حزب يقوم لازم يكون الناس اللي يقودوا الحزب هذا يكون عندهم تكوين سياسي. باش التكوين السياسي هذا السياسه هي فن في حد ذاتها، اي فن مش نيمبورت كي جا من هيكل كان في الجامعه جا يدخل في السياسه. لازم على الاقل يتعلم ويدرب ويعرف شنو السياسه، يعرف شنو فن الخطابه، ويعرف شنو هنا فن الالقاء، ويعرف شنو كيفاش يوصل المثال، وين لازم له ينترفوني وين ما لازملوش ينترفوني. هذه الامور الكل لازم نوثقوا بعضنا كيفاش احنا قدروا نستبقوا هذا الحزب هذا ونعطيوه بعد سياسي وين يعني يقدر يجيب لنا النتائج في المستقبل باش يقدر يوصل الميساج. لازم يكون عنده الداخل هو يتشبع بهذه المبادئ. بعد ما يتشبع بالمبادئ يحفر يحوس على الوسائل ولا الطرق اللي وصل بها هذه المبادئ للناس الاخرين. قلنا يتعلم يتشبع بها، يتعلم الطرق تاع الخطابه وتاع توصيل الرساله هذه. ومن بعد بعد ما يدير هذ الزوج حوايج كل مره يدير مراجعه وين وصل. اسكو قدر يوصل ما وصلش وصل نسبه معينه باش ثم يولي يعاود يدير الاستراتيجيه. كاين شي حد قاعد يتواصل معايا باش نمدلو انا نتعلم. سي عبد الحميد المهري كان في فنان سي عبد الحميد المهري السابق ثم رايح تتكفل لنا بالبرنامج التكوين السياسي الخاص. اذا كان اي واحد يتواصل اي واحد ترى لا كاع اي واحد لا لا هذا التكوين مهم ماشي اي واحد. مادا بينا السي الازرق السي الازرق السي سمير ما عجبتكمش هضرتنا ولا قلنا نسكت علاش؟ تسمعوا معنا بعض. احنا مادا بينا دينا برنامج تكوين تكوين سياسي افراد خدموا عليه خدموا عليه برنامج اللي يتبناه الحركه. السياسه راهي فن الصدق وكنت تخرج كلمه صادقه من قلبك وتمدها لواحد راح يقبلها عليك 100%. تكذب عليه 1000 كذبه ممكن يصدقك وحده ولا تعود عندنا بس. انا من باب التجربه من الاكسبيرونس اللي ديت اللي خدمنا الحمد لله دوك اكتيرمون سي فري. الاخ اللي كان يحكي لك على العشيه السوداء هنا عشنا العشيه السوداء عشنا بزاف بصح الناس اللي زادوا من 95 روح لهنا ما عاشوش هذيك صدير ما شافوش ما حضروش المآسات اللي صرا ما حضروا والو صدير مازال عدم المخ تاعهم صافي راه ناضج مش كيما احنا حنا شنا امور كبيره اللي من احنا ماذا بينا تحت في امور كبيره شوف داكور. احنا البيت تاعنا نهضروا نيشان احنا البيت تاعنا تاع هاد الحركه هادي الحركه اللي جات هاد الحركه اللي تهمنا باش نديروا هذا المومون هذا سي ان بارتي كي بوليتيك وعندها برنامج كي واسع صدير يشمل جميع قطر الجزائر دي مار. احنا دوك رانا غادي نحضروا نحضروا الكونغري الكونغري غادي نحضروا بلان بيوت نهضروا ما لقاش نديروا السياسه في سياسه. احنا راهي التشريعيات عندنا لي زابيان عندنا لي زابي سي عندنا لي زابي بي. احنا لو رول تاعنا الترافي تاعنا كونسيست افوار لو ماكسيموم دو بوست او نيفو دي زابي سي ابي سي ابي ان. انا جو بونس بلي الحاجه الاولى اللي يبنى عليها هي المصداقيه اكتيرمون نتاع ديك المصداقيه في 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 الدوطاكم في الطاولايه يمشوا معاك الناس المصداقيه والثقه يدوا فيك الكونفيونس. انا راني هنا كاين الناس يدوا فيها الثقه يمشوا معايا والفئات كاينين هادو اون كومونس بار الفئات كاين بزاف الشرائح وكاين بزاف الفئات
نهضروا على الفئات، كاين فئات كاين فئات اللي منحرفه، كاين معليش كاين كل واحد كاين فئه. حنا الفئه اللي راهي متحضره عندنا طلبه، عندنا جامعيين، عندنا دي جون، عندنا دي جونيور ديال الشوسي اللي راه كاع ما يدير والو، راه يدور في الطريق. اون بو لي ريكوبيري. انا نحكي مع دي جون، نحكي معاه راه واجد، يقول لك شندير شندير. قال روح، قال روح نوريك هذه الحركه. حنا اكتيرمون تبارك الله ما شاء الله وجهنا هنا باسكو على في الوجوه نعرفوا الناس هكا في المعامله. حنا ماذا بينا حنايا، حنا اوني لا انا من صدر جو سوي سو دي شونس باللي لو فوزات كيما هو ريزيدي، كل واحد فيكم عنده مصداقيه، عندها ناس يبغوا، عندها احبابه صحابه غاشي منها. اكومونسي با سا، اكومونسي بالحومه تاعنا. حنا اون بيزوان لو بي تاعنا سي افوار لو بلو غون نوم تاديرو باسكو انا خدمت كذا باسكو لا حنا اللي كان الحركه اللي درنا الحركه هذه، هذه الحركه ودرنا غادي نديرو الكونغري وتكون عندنا ناغريمون وندخل الساحه السياسيه. الا ما كانش الصدى تاعنا لي ليميتي لي كو تاعنا لي بيان ليميتي ما نجيبو ندير والو. الا قلنا يكون لي كو تاعنا الا كاين شي مكان الولايات اللي رانا فيهم وتكون عندنا اغلبيه، وإذا كان ما درناش غدو في التشريعيات غدو، إذا ما اختاريناش دي زيليمون فالابل ونخدموا عليهم، حنا ماذا بينا في لابيير مينيموم يكون عندي دي 10، مينيموم على الأقل 10 من الحركة في لابيير، في الولاية كيف في زابيسي، لي زابيسي وعلاه؟ شاي الحاجة اللي غادي تمنع حنا في رانا في دي في الولاية، واش كاين شي غادي يمنعني باش ندي أنا 500 كومون، ماشي قاري شقايا، إلا ماشي قاري حاجة أخرى، أنا نعرف بلي دوما كومون هنايا قادر أشقايا. هلا كاين كفاءات، كاين كفاءات هنا دي جون اللي حتى صديق ما عندهم مستوى ثقافي، انسان مأدبين مربين متخلقين يبغوهم الناس منها يمشوا عند الناس، الناس هذا ما يتحوسش. هلا فقد الثقه هو اللي خلانا ولحقنا المرحله هذا، كاين نديرو نسترجعو الثقه باش نرجعوها. من الشعاب دي زوبورتينيست، من الشعاب الناس متخلقين كيشوف هذا انسان كيما هذا تبارك الله ما شاء الله يعرفوه الناس يحترموه هنا يقادوه الناس يمشوا معاه. كم مجموعه باسكو الكلام اللي كان كلمه اللي ممدوده خير من كلمه محدوده. وسلام. بارك الله فيك. كاينه حاجه ثاني نرجعوا للكلمه تاع معالي السفير اللي قال لك على حركه المواطنه، ديجا لو سونس تاع المواطنه هو عدم اقصاء فئه معينه من المجتمع، لان المواطنه هو حق فردي لكل الشعب الجزائري. تفضل. نحكوا على كلمة المواطنة اللي هي حق فردي لكل الشعب الجزائري. تعليق على تدخل الأستاذة الفاضلة، أبرك جاتني في تخمامي كي نريحوا احنا في البيرو نهضروا عليه. كي يكون عندك مشروع وتبغي تجسده اللي تعرف لمن غادي تجسد هذا المشروع. حنا هذه المجموعة تاع الفئة الآفات كاع اللي ذكرناها كما سماها ملك بن نبي أستاذ والعالم الاجتماعي الجزائري سماها جملة الأمراض النفسية اللي في المجتمع. هاد الامراض باش غادي تقضي عليها اللي قلنا جهد كبير، جهد كبير. كما كنا الاخ تاني الكريم اللي تفضل قلنا على الثقه، الثقه صح لازم لنا الثقه في بعضنا، نديروا ثقه في بعضنا، حتى الثقه كي تكون لازم تكون في اهل الثقه، الناس اللي دير فيهم ثقه لازم يكونوا اهل الثقه، باسكو يفوا دير ثقه في واحد يخونك صايم ما غاديش تشوف كاينه ثقه واحد اخرى. كاينه حاجه نظن ان الفرد الجزائري اليوم، الفرد الجزائري عامة ما راهيش عنده ثقة في السياسة أصلا، في الأحزاب السياسية ما عندهش. حتى ويكون الإنسان يتبنى حركة إصلاحية ويكون إنسان صادق ونزيه، بالنسبة للمواطن شي يعتبرها شعارات رنانة كيما السابقة اللي سمعها من قبل وكل شيء. معنا دروك شنو لازم منا؟ لازم منا لغة الميدان. لغة الميدان. هي سي فري الثقة تكون في الشخص، كيما حنا درناها في الرئيس الحركة الأخ عبد القادر الله يبارك. لا ماشي مؤقت ان شاء الله تكون بالمستقبل. كما الاخ زواوي انا نهار اللي جيت بعرف خويا عبد القادر هو اللي جابني لهذه الحركه، ومن جيت شفت الاخ زواوي وديجا كان عندنا معاملات سابقه في الليسي وكل شيء، تما الناس هذوك يعطوك اسبوار. بس هذا الاسبوار اللي انا نعرفكم بصح المواطن ماشي كاع يعرفنا، دونك المواطن عنده لغه واحده اخرى واللي هي لغه الميدان. يا خويا هذه الافكار طيبه ننقلوها للميدان. وكاين حاجه وحده ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يا خويا الانسان لا ما كاش مخلص ما غاديش يوفق ربي. نسال الله الاخلاص في القول والعمل. بارك الله فيك. باغي نعلق على نقطتين معليش. المعيقات الاداريه ومناصب العمل، يقول لك الشاب انه ما يبغيش يخدم وراه قاعد وكل شيء، بصح المشكله انه الاداره الجزائريه ما توفرش وما تعطيش فرصه للشاب انه يعمل.
وهذه قاعدين نشوفوا فيها متخرجين من الجامعات دي زانجينيور كما ذكروها الشباب من قبل تسيبهم قاعدين لا خدمه لا والو. اضافه ثاني معقد اداريه ثاني بيروقراطيه، كون ما تكونش عندك معرفه ما تروحش تقضي صوالحك كامل في الاداره ولا لا كامل يوافقون. مع ذلك هذيك ثاني طرقنا طرقوا لها تكلموا عليها. اضافه ثاني انا هذا الحزب كون ما اقتنعتش به وما كنتش مقتنعه كامل اقتناع ما ندخلوش اصلا، انه يخدم صرتو انه يخدم الشاب الجزائري. ماشي الحزب انا اعتقى بون 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 سمحوا لي بين قوسين انا دير ثقه في عبد القادر فوالا بين قوسين سي شاوي الفكره وسمحي لي بالوقت هذا حزب وفكره وبرنامج رايحين مضطر نطرحوها للمجتمع ورايحه تروح انتم غادي تموتوا ولادكم وولاد ولادكم والفكره والبرنامج هذا يبقى. انا ماذا بيا التبني ما يكونش مبني على اشخاص يكون مبني على برنامج باغا الوهمام سي شاوية مالي لا كرهتني انا تقعد توجور تناظر على جال هذا البرنامج. اقتنعت بالبرنامج تاع حركة المواطنة من أجل المواطن كامل اقتناع أنه يخدم الشاب الجزائري يشجع على الاستثمار منه يوفر مناصب عمل للشباب وكانت نقطة فيما يخص الثقة. الثقة تلعب دور مهم لكن في الوقت الحالي ما مش يأمنوا في الأحزاب كي طبعا نقولوا بلي كاين حزب ولا ما يأمنش خاش علاه ديجا داو فكرة عن الأحزاب السابقة ما بغيش يقضوا كامل اللي كانوا يقولوا بلي نديروا لكم هادي ونوفر لكم كي يوصلوا هذوك الناس يوصلوا للقصب اللي كانوا أنهم يوصلوا الفكرة هذه كانوا باغيين يوصلوا ينساو ذاك المواطن ويبعدوا عليه كامل ما بغيش كاع يشوفوه كامل. سي بوغ سا حنا إن شاء الله حنا نكونوا أهل الثقة أهل الثقة ونوفروا للشباب إن شاء الله كي نكونوا في مصر نوفروا للشباب إن شاء الله كامل الثقة. ونشكر الأستاذ فاضل اللي منحنا الثقة ونقول المسؤولية مش تشريف هي تكليف إن شاء الله نكونوا قادرين المسؤولية. أنا اسمي شعبة جميلة عندي 25 عام قلت لكم انجينيور ديتا انجينيور دي لافير إلى ميناجمون دو ليتورال. تجربتي السياسة ما عنديش، هذه أول مرة نكون في حركة سياسية و البوان اللي لازم نهضر عليه تبان لي لازم نهضر عليه سي البطالة شبح البطالة ما كاش استثمار ما تلقى ما كاش مناصب العمل تلقى بزاف معيقات تلقى الجهوية تلقى البيروقراطية تلقى الغشوة هادو هما المشاكل اللي لازم نعالجو وما الشاب الجزائري لازم نقضوا على هذا شبح البطالة باش الشاب الجزائري يعيش العيشة اللي هو متمنيها. بعدها أصبحت حرارة أحب أهرب من التعليم. السبب الأساسي شو هو؟ السنة الجديدة لأن أشوف أساس المنظومة التربوية الابتدائية طفولة شوفها قدامك باهية. يدخل في السياسة حنا تمنينا نخدموا ولادنا نخدموا شعبنا نخدموا رجعوا الشعب ما عندوش كامل ثقة في الحزب الأحزاب اللي تروح تقول له أرواح معايا حزب هذا يقول لك واه ومشينا حتى يرجعوا يقولوا لك ديوبة لا ليست لا ليست يقولوا لك ديوبة هادو ماشي كل واحد يخدم روحه نهضروا لا فيغيتي كل واحد يخدم روحه اللي يدخل اللي يدخل يكون في الحزب يرجع يخدم روحه المير يخدم روحه تاع البرلماني يخدم روحه رجعوا ما يخدموا الشعب دوك حنا جينا نخدموا الشعب المنتخبين يجوا يخدموا الشعب يعاونوا الشعب سير كاين ناس ما عندهم ماكله ما عندهم والو بصح المنتخب ما جزيره غنيه فيها كلش فيها كلش بصح مام دوكا كيما نقولوا السياحه حنا عندنا عندنا كيما نقولوا البحر عندنا الجبال عندنا 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 الذهب عندنا كلش بصح مام ولادنا ما قدروا يديروا ما نقدروش نتناقشوا عندنا صبوره هايله هنا ومكتوب فيها هنا الموضوع والداخل غير تخرميط نقول لك قرات تقول لي الموضوع قرات داخل ما غاديش تعرف هذه هي السياسه تاع البلديات وتاع باش نروحوا نديروا البول هذه ماشي سياسه حنا دروك عندنا مولود جديد هذا المولود الجديد اسمه حركه المواطنه من اجل المستقبل امي بي شي يديروا له يزيد لازم يقمطوه يدقوه كدا من لا يعطوه الحليب يبدا يكبر 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 حتى يولي راجل يولي يهضر ولا تولي مرا تولي كدا ولي عندها مستوى
هذا مولود جديد عندنا، كيفاش نديروا نحافظوا عليه باش نكبروه بغض النظر. عبد القادر عطاكم مثال، قال لكم قادر كل اطار دابسوا، حنا مشيت الاطار ما عندهاش البارح دابسنا، بصح دابسنا على الحركه، وصاحبي وخويا وكاع حاجه ما راناش فيها ما راناش فيها، انا راني غلط هي صاي غلط وصورتها صاي. هذا الجانب نسوه، ترفد مني نرفد منك، كاع رانا دايرين ثقه في بعضنا بعض، جابتنا الثقه دروك غادي نروحوا باش نروحوا لحاجه واحده اخرى اللي ما عندهاش تدخل. معليش واللي باغي يدخل يتفضل باش نكملوا، غادي نهضروا على موضوع وهو موضوع طارئ، جاتنا حاجه جديده باش نبريبارو لها، رانا في دار وعيطوا لك في التليفون قالوا لك وجد روحك عندك العرس، واحد راه ما عارضينك شنو دير، توجد روحك بالخف هاش خاصني شنو دير. حنا قالنا باش يتفضل سي عبد القادر ولا سيد سفير. مش عارف باش نتشاور بيننا الاستاذه، مش عارف اذا قرات قانون الانتخابات الجديد. قانون الانتخابات الجديد فقط. ما على كل حال لو طون اللي تقرا الاستاذ، بغينا نخدموا بالضبط باش نخدموا لي دو، نخدموا لي دو اون ميم بون في نفس الوقت. قوائم الاشخاص اللي راحين يكونوا ممثلين للولايات لمستوى المؤتمر التاسيسي للحركه، بغينا باش يكونوا هما في نفس الوقت الاشخاص اللي يترشحوا المجالس التشريعيات. يعني باش لا قدر الله الا ما قدناش الوقت ولا ما نجمناش نحضروا المؤتمر في بقاتلنا سعاده السفير شهر، نحضروا في مده شهر وقع لنا اي طارئ، نروحوا كاحرار للتشريعيات. قلنا عمل تاع الشهر. الان لانجاح المؤتمر على الاقل من 20 ولايه تكون ممثله على الاقل 16 شخص منتخبين ومختارين من 100 مخرج. بخصوص في القانون الجديد استاذه، في خصوص الاحرار باش ينتخبوا باش يترشحوا كاحرار في التشريعيات اللي غيكونوا الاحزاب الجديده حتى ولا دينا المؤتمر، اللي غيكون عندنا 300 استماره على مستوى 23 ولايه، وعلى الاقل 25 ألف استماره على المستوى الوطني. وفي حال ترشح كاحرار 300 استماره بالنسبه بالنسبة للأحزاب الجديدة، بإذن الله إلا نجحنا تأسيس المؤتمر تاعنا قبل، وكانت عندنا المهلة باش نترشحوا اسم حركة المواطنة للمستقبل، يلزمنا عوض 4% اللي كانت مقترحة في القانون الحالي اللي خرج في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، هو اللي بدل لنا البرنامج تاع هذا الاجتماع، إلا غيكون عندنا 25 استمارة على مستوى 23 ولاية، على الأقل 300 استمارة من كل ولاية. كل ولاية؟ 300 استمارة. قادر ولايات باغ إكزومبل 3 4 ولايات فيها 300 استمارة، إلا تتعوض ولايات أخرى إلا المجموع يكون 25,000 استمارة. هذه على مستوى الوطن، على مستوى الوطن 25,000 على مستوى الوطن، تكون ممثلة من 23 ولاية. هذه في حالة كنت طرحوا ثلاث مواضيع. تفضل. لا يخرجوا الاستمارات هما اللي يعطوهم لك وزارة الداخلية. كي يقرا عندي يقل حملة. بصح كي يكونوا عندك انت الرجال تاعك في الولايات والمناضلين تاعك والمخارطين تاعك، خلاص راهم واجدين تقادروا قضية باش تجيب له الاستمارة. ماشي 23 ولاية على الأقل، 300 استمارة من كل ولاية على الأقل. هذه في حالة. في الحالة الثانية إلى رحنا كأحرار وراح يكون الرضا شوية أقل. كل حر في الولاية
اللي غلا بون مثلا وهران فيها 18 مقعد المجلس الشعب الوطني اللي 100 استماره هبطوها من 250 الى 100 استماره لكل مقعد، يعني 1300 استماره ما راهيش حاجه كبيره بالنسبه للولايه. مثلا الصيف شحال فيها من عندكم 17 مقعد، عندك 1700 استمارة، شحال كاين من بلدية في كاين 60 بلدية و 20 دايرة. خلاص 60 بلدية لو كانت تجيب غير شحال 20 بار كومين خلاص الحق النصاب. وفي نفس الوقت المؤتمر لإيجاح المؤتمر اللي يكون ممثل على الأقل من 16 من 20، لأن ثلث ولايات الوطن الآن محسوبين 58 بون، حتى السمانه اللي فاتت وزاره الداخليه راهي تحسب على 48، مي حنا نديرو حسابنا تاع لي 58، يعني اللي تكون ممثله من ثلث في المؤتمر اللي يكون ممثل من ثلث ولايات الوطن، يعني على الاقل 20 ولايه ب 16 شخص. هادو 16 شخص يكونوا منتخبين مختارين من 100 شخص، يعني في نفس الوقت نفس الاشخاص اللي راضي نحضروا بهم المؤتمر هما نفسهم اللي حبوا باش يكونوا يحضروا باش يكونوا في القوائم للتشريعيات، سواء تحت مظلة حركة المواطنة من أجل المستقبل سواء كأحرار. شوف دائما تتابع حركة المواطنة في نفس التكتل لحركة المواطنة من المستقبل. يعني هادو هما الحالات اللي رانا فيهم، هذه اللي ماذا بينا باش نسمعوا آراءكم من هذه الناحيه. اولا بون تكلمنا بون كنت نشوف لو جروب اللي رانا دايرين في الميسنجر، تكلمنا بزاف، تكلمتوا على الاستمارات اللي كاين اشكال وبادي، راح نجاوب الاخت في الطرح اللي طرحتيه خصوصا كي راكم تقدموا للمواطنين وتشوفيهم رافضين العمليه السياسيه. المواطن كي نقدم له ويحس بيا بلي راني يشوف فيه مجرد رقم او مجرد وثيقه راني بنحق باغي نلحق بها النصاب، ما يمشيش معايا. المواطن هذا كي نروح ليه على اساس يخصني شريك لتحقيق مشروع. عندي مشروع على كما قال نور الدين، هذا المشروع قبل ما نقنعوا به الناس يليق نقتنعوا به حنا. يعني المواطن كي تروح ليه ما تروحش ليه قال لي خصني انا استماره باش تعمر هذه، لا قال عندي مشروع باش تكون معايا شريك في تحقيقه. من بعد تبقى الاستماره هذيك مجرد نتيجه قانع حتى بهذا الشيء. المواطن كيحس روحه باللي راه مستغل، جاي لي يعطيني استماره خصني 100 خصني 4 شوف لي كذا، ويحس روحه مستغل ما يمشيش معاك. انا واحد من الناس ما نمشيش معاك، جا عندي لاباسادي غير يجي يقول لي خصني وثائق فنعطيك وثائق، الا مانيش مقتنع ريالمون بهذا. يعني هذا هو الخطاب اللي نروحوا له بروش مع المخارطين. وبخصوص الاخ الازرق، لا بريمير فيزيت اللي درتها عنده في مستغالم لقيته منظم نفسه صراحة، داير ان بلانينغ. هما في مستغالم شحال عندهم من بلدية السيد؟ عندهم 32 بلدية. قال لي الهدف تاعي استهدف شخص من كل بلدية، وهذا كل شخص راح يخدم في البلدية تاعهم. لأن إذا تكلمنا غير المؤتمر رايحين دركا نخدموا باش يكون ممثل من كل بلد من 23، دركا نخدموا على المؤتمر اللي يكون ممثل باش نوصلوا لأهدافنا من 23 ولاية على المستوى الوطني، من كل ولاية على الأقل 20 شخص اللي نخدموا في هذا المجال. إذا كانت عندنا هذا النصاب كل الحالات نجموا نتعاملوا معها كأحرار، نجموا نتعاملوا ونترشحوا في القوائم أحرار باش نجحوا المؤتمر تاعنا، نجموا نجحوا في نفس الوقت نترشحوا. احنا ماذا بينا دركا من كل شخص نسمعوا على الأقل الولايات اللي نجم يحتر فيها. اللي ما ينجمش يزيدوا كما علاش ولا ما ينجمش نطرح حتى ولا يقول لي ما ينجمش نطرح حتى شي ولا، ماهوش مشكل يعني هذا ماهوش ما راش معيار اللي غادي نقيسوا المستوى تاع الشخص. لا ماهوش مطالب باش نوضعوا خطه طريق خطه عمل ونحدوا المسؤوليات حتى كل شخص يكون مسؤول عن الولايه. الان على الاقل نسمع 23 ولايه نسمعوها، 23 ولايه اللي نسمعوها، وفي هذه 23 ولايه على الاقل يكون كاين 20 شخص اللي راح يتبنى هذا البرنامج. لانه اذا تبناه في 20 شخص ما تقوليش ما ينجمش يقنع 5 اشخاص. الشخص اذا كان اقتنع بهذا البرنامج ما تقوليش ما ينجمش يقنع 5 اشخاص. ونترك الكلمه لسعاد، شي اللي عندك كلمه في هذا؟ لا شي اللي قلته نتابعوا. نتابعوا.
وكاين البعض اللي راه لا حق فات 300 استماره وحده. وراها بن يوسف ماهوش انا. بن يوسف ما راهش انا واسماعيل ما راهش انا. في زوج 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 اللي راهم جدد. بون كاين انا ملاحظه نعطيكم مثال بسيط حاجه سهله. انا كي قنعني عبد القادر قنعني اقتنعت. شنو درت انا؟ زدت قلت لوحدي. هو زاد قال الاخرين والاخرين قالوا الاخرين. صاي اقتنعنا الاولى نقتنع انا باش نعرف كي نهضر مع سيد. الا كان الفت استماره وراه قال حرب وقيني انك واه باغي تدخل معانا وين لا خويا قولي جيت من الاولى صاي. بصح كاينه اون فاصون كي ندير نهضر مع الناس. الاولى نخاطب اللي يسمع. كاين ناس غادي كي انت تهضر معاه بون كاين اللي قرا لا بسيكولوجي كاين اللي ما قراش كل واحد وكيفاش. كاين اللي بصح يعرف غير يشوف انسان يقول لك راه يقلب في قلبه يقول راه يكذب. كاين اللي لا يشوفه يهضر يامن في الهضره تاعه بلي هذا غادي ينجم يامنني ما نضيعش وقتي معاه. انتم شنو ديروا؟ انا باريكزومبل بديت بالاسره تاعي صحابي اللي قراب قال تروحوا معايا تامنوا فيا. قال واه الاولى هذه شكاين غادي نشهد معاك لا امن فيا دير فيا كونفونس راني داير حزب ما نقولش راني مع واحد انا راني داير باسكو كاع حنا اللي رانا دايرين كاع انا واحد شي قال سي عبد القادر ولا سعد السفير ولا المحاميه ولا مش عارف لا انا راني داير حزب راني عضو يد فيها خمس صباع انا صباع واحد من هادو. هذه هي اللي كتقنعه باللي انت راك داير الحزب. كي غادي يتقنع غادي يختار يقول لك انت سير وسبحان الله ومشي انا وبلي بروف بالبيانات اي يبدا يسمع لك. بصح بلاكن باسكو كاين في بعض الاخر كاين اللي واحد الخطاب تاع كذب كثريه تاع لي زابيسي. غادي نبنوا لكم شجر في البحر غادي نبنوا لكم في بلاصه الشوك الورد والبيسي دي كل واحد يروح يقرا وحده ومن بعد هاد الصوره كاع ما تجيوش. لا 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 مشكلة في لا 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 مشكلة في لا لا انا مدابينا دروكي يهضر معكم الرئيس كل واحد وين نجم الولايات اللي نجم عليهم يعاون خاطر قادر انا نسكن في وهران بصح نعرف بزاف في الولايات قادر هي تسكن في غليزان تعرف اما لا وين نعرفوا باش نتعاونوا على قلت لكم واحد كشخص واحد بون جو تبان لي فيديو اون تي بوز اي حوايج
راحوا راحوا ديريكت لصلب الموضوع هما منسقين الولايات هذا بينا باش نبداو نديرو كل شخص نورمو شنو هاد الولايات اللي نجم ياثر فيهم صديق فوالا هادو اللي بيهم رايحين يكونوا ممثلين المؤتمر منهم اللي تقلع القائمه تاع الترشحات باش نشوفوا الى يربحوا الترشح عن طريق حركه المواطنه من اجل المستقبل ولا احرار وتجور تحت مظله حركه المواطنه من اجل نفس الشيء كل شيء الدوسي لازم يكون كومبلي ديال باغ اكزومبل مثلا من لك يجون مثلا بطاقه الاقامه كاين اشياء بطاقه الاقامه انا مره طيشوا لي دوسي كومبلي على جال بطاقه الاقامه لازم يروح بلا شو يقول له بلا باكار دو فوت ويروح ويجيب تاعك بطاقه الاقامه هذه لا تاع الحصص بيننا ثم الفئه الذكوريه والفئه تاع الشباب ثانيا زادوا 30% الشرط ان يكون دونك هذا اللي يلموا الاستمارات لازم يكون عندهم الشرط هذا باش حنا كي نحطوا لا ليست هذه ما تكونش فيها ثم تدرج دا لازم تكون فيها هذا المناصفه ولازم تكون فيها البارتيسيبسيون وفي المجالس الولائيه هذا تمام ما راحش تجيكم لوجيك اذا الاخ يجيب 50 مخارب واحد يجيب 500 مخارب تاع 50 تلقى في المجلس الوطني تاع 50 ما تلقاش سي با حتى الى درنا راح نقولوا راه ما ضامن يعني ما مناصب قياديه في الهيئات اللي رايحه تكون رسميه في المؤتمر
رايحه تكون على حساب وعلى مدى ما نقولكش الاستمارات صار دير على حساب قوه الاقناع الشخص وقوه والمصداقيه تاعها في المنطقه اللي رايح فيها اللي رايحه تعبر بالاستمارة استمام من هذه الناحيه يعني باش نكونوا متفاهمين عليها فما بعد واحد ما يريدوش الحال يقول لك اودي فلان كيفاش ولا فلان ولا فلان الاستمارات راح يكونوا ما غاديش يكونوا المعيار الوحيد غادي يكونوا المعيار اكبر يعني احزاب واحد اخرى خدموا 6 شهور باش وصلوا باش يديروا المؤتمر تاعهم وينظموا نفوسهم انا الحمد لله هذا البارح خرج القانون اليوم رانا نظمنا نفوسنا وراح تفهموا الجميع هذا اني مبسوط بزاف والله فريما اني فرحان يعني فرحان كل واحد ما في عنده راي اخر ولكن الراي نتاعو من بعد عاد الراي تاع الجميع وهذا هو شيء كيما اللي بيت اني والله العظيم نشكركم منكم نشكركم فريما من قلبي مصمم قلبي لان اني مبسوط على الشباب اللي هنا انا والكبير فيكم اللي هنا وشفنا وشفت 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 واليوم عندي امل كبير بدا بالحراك والان الحركه الحقيقيه بدات اليوم الحراك في فبراير 2022 افتح لنا شيء يعني عيننا كانوا مفتوحين صفحهم اكثر وفمنا كان شويه مقفول فتحوا مليح يعني هذو نشكروا لان احنا عندنا بعد الافكار نتاعنا خرجناها من الحراك الحقيقه هذوك الناس اللي كانوا في الشوارع ولا هما تقتلونا انا بعمري لهنا كنت نسمعهم نقول من صدري والله كنت غلط انا هذو هاد الشباب راهم يفيقوني اعطيهم الصحه انا كل شيء اللي يستفادني نرفض جو نو ريجيت ريان دو تو نجيب كل شيء ونفرز ونغربل ونشوف اللي يجي أنا غير حبيت نقول لكم يعني بارك الله فيكم حقيقة والله العظيم تبون برافو عليك البارح خرج القانون البارح في الليل كان توزع خرج في الإلكترونيك على وحدة الصباح أنا زبع الصباح أنا بديت نوزعوا بديت أدير في الجمال ولهنا رانا الآن يعني هذه مازال أقل من 24 ساعة رانا وصلنا للنظام المفهوم ونظام ومشروع واجنده تاع خارطه تعامل جال التعامل مع هذا وكل واحد يعني نشكركم لان شفت عند كل واحد اراده و ديترميناسيون اراده و التزام هذا بني في المجتمع ونتمنى بهذا الجو البناء الاخوي يعني يدوم يدوم في الفايدة تاع الحزب تاعنا والفايدة الحقيقية تاع الجزائر لولادنا ولادنا ولاد ولاد ولادنا باش الجزائر تعود في المنصب اللي تستحقه المنصب تاع الجزائر منصب عالي عالي وحنا ان شاء الله نخدموا فيها بارك الله مين هذا الحزب هذا؟ حركة المواطنة من أجل المستقبل قال لي معتابع لمن؟ للجزائر قال لي ما نقدرش انا يا صديق الموالد ندخل فيك اللي تحتاجها ما عرفتش نقدر واحد يتابع هذه تابع لي ما تكلمنا عليها تكلمت عليها شحال من مره وكاع يسالوني هذا السؤال حركه المواطنه للمستقبل اسكو خلقت باش تعارض السلطه ولا باش تولي السلطه لا لا مش وهذه تكلمنا عليها بكل وضوح حركة المواطنة من أجل المستقبل عندها برنامج طاحته في الساحة السياسية كل ما نجي يساعدنا لتطبيق هذا البرنامج رايح ننظر سواء كان في السلطة سواء كان في المعارضة وكل شخص لقينا مش مقتنع بهذا البرنامج رايح خدمتنا ناضلو باش نقنعوه سواء كان في السلطة أو كان في المعارضة لا قوة اقتراع عندنا مشروع سياسي حابين نطرحوه للساحة ما جيناش على جال المناصب ما جينا باش نديروا الموالاة ما جينا باش نديروا المعارضة عندنا مشروع حابين نمشوا عليه كل ما لقيناه يدعم هذا المشروع ويتمشى معنا رانا نرضوا معنا برنامج
يعني هذه في الإجابة لهذا السؤال، هذا هو السؤال اللي يتبناوه الجميع. هذا اللي هذه خطرنا نقدر ندخل في حزبي اللي يكون مع المسلم مع هذيك غادي ما على باليش. انا حنا راني تكلمت لكم في الكلمه الاولى تاعي تكلمنا على اربعه ركائز الجرون اربعه ركائز تاع الحركه وراهم في البرنامج اللي راه معنا. تكلمنا على الهويه وقلنا الهويه الجزائريه بالنسبه لنا هي هويه مكتسبه عبر تراكمات زمن التاريخ. تكلمنا على الاداره اللي رانا نشوفوا بلي الاداره كيفاش راهي عائق لتنميه كل القطاعات وحتى الاداره في حد ذاتها. الاداره في حد ذاتها بهذا السيستم دو غوفيرنونس وبهذا التقسيم الاداري حتى هي ما تنجمش تطور. تكلمنا على الاقتصاد اللي نروحوا اقتصاد منفتح مبني على الربحيه ويكون تحت رقابه الدوله وخاصة الإدارة، لكن بتحسين العلاقة ما بين الإدارة والاقتصاد، يعني ما تكونش موجه، تكون مراقب. تكلمنا عن العدالة، العدالة اللي خلاها تكون قوية وحرة ومستقلة. هادو سي لي كات بوان اللي راهي ركز عليهم حركة المواطنة المستقبل، وهادو اللي مادا بيا باش تتبنوهم، مادا بيا بهاد لي كات بوان اللي تقنعوا المنخرطين، ما يتكلموش على استمارات رايحه تكون نتيجه نتيجه تاع اقتناع هذا البرنامج. انا شخصيا وما راكمش ملزمين باش تبنوها. انا ما نامنش بكلمه الجزائر الجديده. بالنسبه لي كي نقول الجزائر الجديده راني قطعتها كاع من جذورها. انا بالنسبه لي الجزائر هي قديمه قدم تاريخها وهي نتيجه تراكمات تاريخيه وعده حضارات فاتت على هذه المنطقه. انا نتمنى نقولوا جزائر متجدده. اكزاكتلي كيما نقولوا جزائر جديده صالح بلعنا كاع. لا 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 مش صالح. نحيو كيما نقولوا الافكار القديمه. التجديد والجديد يكون في الافكار اللي حتطرح في الساحه. هذه باش نكمل. هذا انسان فم حار ماني نقول لك منشار يعلق على كل شيء وتلصق له الهضره يودود كيما نقولوا حنا في الجزائر يقولوا توتاو ولا يوتوت ولا توتاو. دخل الحانوت واحد يبيع الزوا واش قال له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام تفضل خويا. قاعد يشوف الزوا واش قال له تبيع الزوا واش قال هو قاعد يشوف قال هذاك مخمخ 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 قال هو مقني قال له غايا دور راسها شابيرو قال له يا بي 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 قال له واه بيروكي راك تشوف بيروكي قال له مين جبتها قال له جبتها من كندا قال له كم 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 كندا قال له واه قال له عندها باسبور عندها المكوى قال له اش 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 شحال يدير قال له يدير 60 مليون قال له خا 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 غالي يا ابن عمي هيا قال له غالب هذا طير حر قال له يعرف يا 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 هذا بيروكي قال له خير منك انا عندي انا واحد كتير درتو غير العاد كيف هذا مقبول هذا وقف لاباج كتبت لا كوفيرتي راه درت ربا وكاع باش يتنحى ما قلتش واش ديت باش يتنحى وكاع باش يتنحى باش تنحي واش باش تنحي الفساد باش تنحي الحكرة هذا خليتها باش تنحى وكاع كاع اللي المجتمع هذا اللي ما يعجبوش كاع الفساد اللي موجود في المجتمع. الاساس هي التربيه. التربيه هي اللي خاصنا. دوك اللي كنت نسمع لهنا واحد راح دار ملخص قال لك جاب الجنسيه نتاعو للقانون وصمت. انا نقول القانون لما نعرفوا القانون لان القانون تاع الجزائر نقول لكم التجربه نتاعي إلي كومبلي إلي كومبلي وفيه كل شيء. شحال واحد بلانا فينا يدخل في المقر تاع الجريده الرسميه تاع الجمهوريه الجزائريه
شحال واحد يدخل فيهم؟ ولا واحد. سمحوا لي قولوا لي شحال واحد لهنا يدخل في انترنت في الجريده الرسميه الجزائريه اللي يدخل يرفع يده؟ شحال انا من واحد؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة دوك ما يحسبكش يا بسيب عليك. ستة 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 في 40 واحد سريان دودو جريدة رسمية لازم كل واحد يقراها ويوميا. زيد يا عبد الفريطاسيون تاعها ولو سيت نتاع لهنا السكرتيرة جينيرال تاع الغوفرنمون اللي ينشر جريدة رسمية فريمون تري بيان نعم تحوس كلمة هكذا يخرج لك نون ليسونسيون ايغنوري لا لوا كل واحد لازم يعرف القانون واللي ما يعرفش القانون يسقسي الاخر اللي يعرف الاختصاص القانون موجود ولازم نعرفوا القانون نتاعنا يعني نقول انا نمثل الجزائر النخلة هذه باش الكلمة الأخيرة نتاعي النخلة مهمة جدا ليا وانا نعتبر ان النخلة هي تمثل الجزائر علاش النخلة؟ النخلة عندها سون تاعها لي راسين تري بروفوند جزر تري بروفوند وعندها لو ترون الجذر عالي بعد عندها لي برونش اوفرت مفتوحين للعالم الكل والنتيجة تعطي هذيك الدبلة هذيك الفاكهة الحلوة البنينة الطريفة اللي كل واحد تعجبه وهذه هي الجزائر لازم عندنا كما قال عبد القادر الكل الهوية نتاعنا هي مبنية بعيد الزمن تبنات الرسم نتاعنا ولكن احنا لأن الرسم عندنا داخل بزاف في الأرض يعني صحيح في الأرض والجردر هذا طويل وعندنا هذو لي برانش الانفتاح للعالم لأن تقدر تنفتح لأن عندك لا راسين تاعك راهم قويين لا ريح لا والو ما يطيحك نعطيو هذاك الفاكهه هذيك الطبره ايضا علاش النخله؟ النخله لان كل شيء فيها يفيد كل شيء يفيد هذاك لو ترون جذب هذاك بنوا به البخيرات اللي بتيت بالو بنوا به ديار السقف تاع الديار يبنيو به سي لو بلوس سوليدار شفت انا في 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 بعض المدن هذاك اللي قرن بهم السقف بال واللي برونش نتاعو حتى هما باش السقف باش يغطيو السقف وزيد كل فايده نتاع تاع الدبله تاكلها في كل عصير ولا فاكهه ولا معجون ولا كل شيء وعليها ان شاء الله احنا في هذا الحزب نتاعنا هذا هذه لا بارتيكولاريتي نتاعنا اوني بروفونديمون اونكري في هذه البلاد هذه البلاد هي دمنا هي نوفان هي كل شيء وهذه البلاد هي اللي تكبر فيها وعندنا مسؤوليه باش نرجعوا هذا الخير اللي دارت البلاد فينا نرجعوه لها كيفاش نرجعوه لها؟ نرجعوه لها باش نحبوا هذه البلاد ونخدموا في جالها نخدموا في جالة لما نقرا نتربى تري سامبل التربية سي اكستريم مهم وان شاء الله هنا كلتنا مدرسة كلتنا مدرسة وهذا الجو الاخوي وهذا النقاش وهذا الجو الحميم الحميم قول لك الحميم هذا انا اللي قيس تاعك هذيك هذه نتاعي الحميم نهار اللي قلنا هذا ترجمتها بالعربية العربية شوية خطرة قلت حركة الميم مواطنة حمام ما تجيش حمام نقول لهم الحمام حطنا يفكرك في بعض الشيء تاع كيش كان كي نقول له ماش كان في الحمام هذيك اللي الكياس هذيك فيها شوية دونك شفنا حميم يعني هذا نقرا كذا هذا الاندماج مع الشعب الانتيميتي اكثر من تلاحم انكور بلوس انكور بلو بروفون من تلاحم يعني انت يا راك الشعب يا ميم طون تمثل الشعب هي سيمبيوز سيمبيوز بين الشعب والشعب ونتمنى يعني هذا اليوم يوم مبارك وموسى يقعد في التاريخ بارك الله فيك اما يا جماعه عندي بوينتي بوز غير من الشباب غدا هنا بيفي كمل
اغريب هيا قريب هذا التي بوست بعد يدخلوا باش راكم دو تي في وجدت على اليوم باش غادي نجيو كل واحدين عندهم تراديسيون كاين طعام كاين كل واحدين هنا في الجيو معروفين بلا بايله.